أهالي مدينة طمة بمحافظة سوهاج من العديد من المشكلات ونقص أيضا في الخدمات الأساسية. برضو إحنا في الحياة الآن انتقلنا إلى هناك لرصد مشاكل الأهالي مع زميلنا محمد مبروك. مساء الخير. أولا نحن الآن في مركز طمة، هذه الدائرة الانتخابية هي أولى مراكز محافظة سوهاج، هذه المحافظة التي أجريت فيها الانتخابات البرلمانية قبل أيام. نتابع منها مزيد من المشكلات التي يعاني منها سكان هذه الدائرة والتي يضعونها كأولوية ضمن أولوياتهم للنائب القادم عن هذه الدائرة. مرحب بك فندم. أهلا وسهلا. يعني خلينا أسألك مباشرة، أهم المشاكل اللي موجودة في مركز طمة واللي بتحاول أو اللي رغبتك أو أمالك أنها تبقى موجودة على أولويات النائب القادم عن هذه الدائرة؟ والله في مشاكل كثيرة جدا بتخص أهالي مركز طمة، بالذات في الطرق والكباري والمستشفى، بالذات ما فيهاش إهمال جسيم خالص بالنسبة للمرضى اللي في المستشفى، وما فيش اهتمام في الغرف ولا من الممرضين ولا المستشفيات. وغير كده وكده باشا، المفروض الشباب تعب خالص من الإهمال من حقه. المفروض في وظائف، في أي حاجة بتشده إنه يخليه يعمل أي شغل، بس ما فيش أي حد مديده لأي حد من الشباب ولا غير الشباب. أشكرك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. أيضا معنا أحد المواطنين من دائرة طمة، برحب بيك. يا أهلا بيك يا أهلا. خلينا نسأل حضرتك مباشرة، أهم الأولويات والمشاكل اللي بتطلبوها من النائب القادم؟ الأولويات إحنا البطالة، كل بيت في بالثلاث أربع شهايد وكله قاعد في البيت، ما فيش شغل خالص. ومن ناحية الصرف الصحي، المية